خرجت من غزة من 15 سنة ولم أزورها مطلقا حتى قبل الحرب بأربع أيام حينما زرت عائلتي لأول مرة. حدثت الحرب طبعا، لما صارت الحرب تواصلوا معي من السفارة البلجيكية أو من الحكومة البلجيكية والصحافة أني أغادر غزة، ولكني رفضت أني أغادر دون مرافقة والدي اللي عمرهم يقارب 80 عام، أي هم أكبر من دولة الكيان الصهيوني. بقيت مع عائلتي في بيتنا حتى أجبرنا على إخلاء البيت تحت وقع الصواريخ، ولجأنا إلى مستشفى القدس. ظللنا في المستشفى أكثر من 3 أسابيع مع ما يقارب من 14,000 بني آدم، حتى اضطررنا للنزوح منها، ونزحت منها مع جزء من عائلتي، تحديداً والدتي اللي ظللت معها، هي ست كبيرة في العمر وثقيلة فلا تتحرك إلا بصعوبة. لن أخرج إلا بأمي وأبي، إن كان لابد لي فالبقاء هنا أو معهما أو الخروج معهما. خرجت الحمد لله بهما، وهم الآن موجودين آمنين في بلجيكا، وفخورة جدا وسعيدة جدا. فالبلد الأولى اللي أزورها بعد خروجي هي العراق، ولأول مرة في حياتي، وهذا كان حلم بالنسبة لي. العراق تسكن الذاكرة وتسكن الوجدان وتسكن وعينا الثقافي، وأن أكون في البصرة، أي موطن ورأس مسقط رأس السياب، ومن هو السياب وما أثروا في الثقافة والشعر العربي، فهذا أيضا بحد ذاته إضافة عظيمة لوجودي في هذا المكان. وأن تكون الدورة باسم شاعر مثل أحمد مطر ولافتات أحمد مطر التي كبرنا عليها، وصوت أحمد مطر اللي شكلنا في بداية الكتابة. يعني أنا من الناس اللي أحمد مطر كان رفيق مراهقتي، خلينا أقول الشعرية.